هناك صلاحية جوازية في القانون بعد انتهاء الفصل التشريعي لرئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب الذين يتطلب مثولهم أمام القضاء بسبب قضايا تهم موجهة إليهم ومتعلق حسمها بالحق الخاص أو العام. أعضاء مجلس النواب الذين وردت أسماءهم بكتب رسمية من مجلس القضاء الأعلى لغرض حسم الملفات المتعلقة بشأنهم لمراجعة الدعاوى المتعلقة بهم. ومن جانبي كرئيس مجلس نواب سأستخدم صلاحيتي برفع الحصانة عن النائب لغرض مراجعة القضاء ومواجهة التهم المقدمة تجاهه حتى نقول للشعب العراقي أن مجلس النواب مستعد في الإيمان بالقضاء وفي ذات الوقت حسم القضايا التي أثيرت حولها شكوك وتهم متعددة.